بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الاسيد بيز بالانس، بمعنى ان هو داخل الجسم في بالانس موجود بين الاسيد وبين البيزس. البالانس ده او التوازن مهم جدا داخل الجسم وداخل الدم عشان يحافظ على النورمال ميتابوليزم والنورمال فانكشن للانزيمز وللبروتين ولكل الميتابوليزم الموجود داخل الجسم، فبالتالي لازم يبقى في بالانس بين الاسيد وبين البيزس. الاول هنتكلم عن ازاي الجسم بيحافظ على النورمال بالانس ده وايه هي العوامل المختلفه اللي بتاثر عليه، وبعدين هنتكلم عن الديس اوردرز اللي هي ممكن تغير الاسيد بيز بالانس وفي حاله وجود ديزيز او في حاله وجود مشكله معينه داخل الجسم. يبقى اول حاجه هنتكلم عن الاسيد بيز بالانس. طبعا ده بيعكس لي التوازن اللي موجود داخل الجسم بين الاسيد وبين الالكلاين اللي موجوده داخل الدم. دي طبعا بتبقى الاسيد زي مثلا الكربونيك اسيد اللي بيتكون باستمرار داخل الجسم مع عمليه التنفس، واللي هو التالي زي البايكربونيت. البايكربونيت برضه تتكون بصوره طبيعيه داخل الجسم، وبالتالي هما الاثنين دول يعتبروا البين كومبوننت اللي بيأثروا لي على الاسيد بيز بالانس، واللي عن طريقهم الجسم بيقدر يعمل توازن بين الاسيد وبين البيزس داخل الجسم، او عن طريقهم الجسم بيقدر يعمل التوازن المطلوب في انه يحافظ على البي اتش بتاع الدم بصوره طبيعيه. عشان اعمل الاسيد بيز بالانس بعمل اختبار. الاختبار ده اسمه ايه؟ اسمه ارتيريال بلاد جاز اناليسيس. ارتيريال بلاد جاز اناليسيس. ولما اقول ارتيريال بلاد جاز اناليسيس معناها ان انا بجمع عينه الدم بين الارتريس، بجمعها بين الارتيريال سايد او ذا سيركيوليشن. ارتيريال بلاد جاز اناليسيس معناها ان انا هعمل اناليسيس للجازس المختلفه اللي موجوده داخل الجسم، واللي عن طريقها هقدر اعمل اسسمنت للاسيد بيز بالانس. طبعا الاختبار هنا بيسموه اي بي جي تيست اللي هو ارتيريال بلاد جاز تيست. ده الاختبار بعمله بجهاز اسمه بلاد جاز انالايزر. الاي بي جي اول حاجه بتعرف عليها ازاي اجمع ايه هي عينه الدم اللي محتاجها. محتاج عينه الدم اللي هي هول بلاد. هول بلاد يعني عينه الدم بتجمعها على انتي كواجلانت، على مضاد للتجمد. مضاد التجمد اللي بستعمله هنا اللي هو الهيبرين. بستعمل الهيبرين كمضاد للتجمد، لان طبعا الهيبرين زي ما احنا عارفين ده موجود نيتشرالي داخل الجسم، موجود طبيعيا داخل الجسم، فبالتالي لما استعمله انا في تحليل الاي بي جي او ارتيريال بلاد جازز مش هيبقى بالنسبه لي شيء غريب على الجسم، فبالتالي بستعمل الهيبرين هنا. عينه الدم اللي بجمعها عشان البلاد جازز اول حاجه طبعا زي ما قلنا تتجمع من الارتري. رقم اثنين افويد اكسبوجر ذا بلاد سامبل تو ذا اير او بيرولت الاير. طبعا لازم تعمل تتجنب ان يتعرض عينه الدم للهواء، لان ده طبعا هياثر على المكونات المختلفه للبلاد جازز. عينه الدم بعد ما اجمعها بحفظها في التلج، بحفظها في ايس باك، وبحللها من خلال نص ساعه. خلل عينه الدم دي في خلال نص ساعه عشان اتجنب حدوث تغيرات في البلاد جازز اللي موجوده داخل العينه واللي بتعكس لي الصوره اللي موجوده داخل الجسم. دي اول حاجه بعملها. يبقى احنا اول حاجه قلناها بعمل حاجه اسمها ارتيريال بلاد جازز بلاد جاز اناليسيس. ايه هي بقى البلاد جازز او ايه هي البارامترز المختلفه اللي انا بحللها عشان اقول ان كان في توازن في الاسيد بيز بالانس او مفيش توازن؟ اول هذه الحاجات اللي انا بحللها واللي انا بتعرف عليها اللي هي البي اتش. البي اتش بتاعت الدم، بشوف البي اتش بتاعت الدم هل هي النورمال بتاعها كام، وهل هي اسيدك او الكلاين او نورمال، وبالتالي عن طريقها بقدر احدد هل في توازن في الاسيد بيز بالانس ولا مفيش توازن بين الاسيد بين البيزز. يبقى دي اول حاجه. ثاني حاجه بقيسها في الدم في الحاجات اللي بيطلعها لي التست ده اللي هو عباره عن البارشال بريشر اوف كربون دايوكسيد. رقم ثلاثه اللي هي البارشال بريشر اوف اوكسجين.
بارشال بريشر اوف اوكسجين، ودي طبعا بتعكس لي اللي هي اللي هو برضو اللي هو في حالات الهايبوكسيا، يعني هل كميه الاكسجين اللي موجوده داخل الجسم كافيه ولا في هايبوكسيا، في نقص في الاكسجين. رقم اربعه بشوف الليفل اوف ذا بايكربونيت، البايكربونيت ليفل. رقم خمسه بشوف اللي هو الاكسجين ساتوريشن، الاكسجين ساتوريشن برسنتج. وبعد كده رقم سته بشوف اللي هو البيز اكسس، البيز اكسس، نشوف البيز اكسس. دول البارامتر المختلفه اللي انا بعملها واللي عن طريقها بعض اعمل اسسمنت للارتيريال ايه الارتيريال بلاد جازز. هنتكلم عنه واحده واحده. اول حاجه هتكلم عن البي اتش بتاع الدم. البي اتش بتاع البلاد، بي اتش بتاع البلاد هنا بتاخد النورمال بتاعها من 7.35 7.45 بدي اتش بتاعت البلد 7.35 7.45. لو انا عملت الاختبار وطلعت البي اتش بتاعت البلد وزير الرينج ده بقول عليها نورمال اسيد بيز بالانس، وبالتالي في توازن موجود داخل الجسم بين الاسيدز وبين البيزز. طب لو حصل ان البي اتش بتاعت البلد دي قلت او زادت يبقى هنا في ابنورماليتيز موجوده. ايه هي البي اتش؟ البي اتش بتاعت البلاد بتتعرف على انها النيجاتيف لوجاريزم اوف هيدروجين ايون كونسنتريشن، اوف هيدروجين ايون كونسنتريشن، بمعنى ان هو لما اجي انا اعمل اللوجاريزم بتاع الهيدروجين ايون، كل ما يزيد الهيدروجين ايون داخل الجسم كل ما هيديلي هتقل عندي البي اتش، وكل ما هيقل الهيدروجين ايون كل ما هتزيد عندي البي اتش. لو احنا حبينا نتكلم عن تركيز الهيدروجين داخل الجسم هنلاقي ان تركيز الهيدروجين قليل جدا داخل الجسم، تركيزه 0 وبعدين 1 2 3 4 5 6 7 4، ده تركيز الهيدروجين داخل الجسم ملي ايكوفلنت بير ليتر، ملي ايكوفلنت بير ليتر، ده اللي هو التركيز بتاع الهيدروجين داخل ايه؟ داخل الجسم. طبعا لو انا عملت اللوجاريزم بتاع الرقم ده هيطلع البي اتش في الحاله دي هتطلع 7.39%، تطلع 7.39%. طب لو انا الرقم ده حصل فيه زاد عن كده، تمام، زاد عن كده يعني شلت زيرو، تمام، شلت زيرو من الاصفار دي، هلاقي ان هو الرقم ده لو زاد الهيدروجين ايون هلاقيها تتغير تبقى 6.39. طب لو قل الهيدروجين ايون كونسنتريشن، لو قل بعمل ما هي 7 اصفار بقت 8 اصفار، هلاقي ان البي اتش هتوصل 8، 8.39. يبقى بالتالي كل ما زود انا الهيدروجين ايون كونسنتريشن، كل ما زود تركيز الهيدروجين ايون كل ما تقل البي اتش، وده بيعكس لي العلاقه العكسيه اللي هي بيعكسها لي المعادله دي. المعادله دي بتقول لي نيجاتيف لوجاريزم اوف هيدروجين ايون كونسنتريشن، وبالتالي في هنا علاقه عكسيه بين تركيز الهيدروجين ايون داخل البلد وبين البي اتش، وبالتالي البي اتش اساسا بتقيس لي، بالتالي البي اتش اساسا بتقيس لي تركيز الهيدروجين ايون كونسنتريشن، هي اساسا بتقيس تركيز الهيدروجين ايون كونسنتريشن وهو اللي بيعكس لي البي اتش هنا اللي موجوده قدامي. لو جيت انا هنا اشوف البي اتش بتاع البلد، انا قلت النورمال من 7.35% ل 7.45%. لو زاد تركيز الهيدروجين داخل الجسم البي اتش هتقل عن 7.35، فبالتالي هتبقى هنا اقول عليها في حالات اقول عليها اسيدوزس، اقول عليها اسيدوزس او بقول عليها اسيديميا، بقول عليها اسيديميا اللي بتحصل داخل الجسم يبقى اسيديميا. طب لو زادت البي اتش عن 7.45 بقول عليها الكاليميا، الكاليميا او بقول عليها الكالوزيس، الكاليميا او الكالوزيس، الكاليميا او الكالوزيس، ده بالنسبه للبي اتش. طبعا هنا دي اول حاجه من العوامل اللي انا بقيسها عشان اعمل اسسمنت للبلاد جازز. تاني حاجه الكربون دايوكسيد، ثاني اكسيد الكربون اللي هو البارشال بريشر اوف كربون دايوكسيد، بارشال بريشر اوف كربون دايوكسيد. البارشال بريشر بتاع الكربون دايوكسيد بيبقى من 35 ل 45 مركري ام 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 اتش جي، ده اللي هو البارشال بريشر بتاع الكربون دايوكسيد. طبعا هنا عشان كل ما يزيد
تركيز الكربوندايوكسيد اللي موجود داخل الجسم كل ما هيزود لي كل ما هيقلل البي اتش ويعمل لي اسيدوزيس، وكل ما يقل تركيز الكربوندايوكسيد داخل الجسم كل ما هيزود لي البي اتش، كل ما هيزود لي البي اتش. عشان نفهم الكلام ده، طبعا المتحكم الاساسي في تركيز الكربوندايوكسيد داخل الجسم هو الريسبيريشن، عمليه التنفس، اللي معروف عمليه التنفس اساسا عن طريق اللنج اساسا بتعمل تخلص الجسم من ثاني اكسيد الكربون في كل مره بيحصل فيها التنفس. فبالتالي هنا لو حصل مشكله في الجهاز التنفسي زي مثلا التهاب في الرئتين، او حصل اي مشكله تعوق خروج الهواء اللي هو هواء الزفير، في الحاله دي هيحصل تراكم لثاني اكسيد الكربون. خلاصة المعادلة اللي هي بتحصل أثناء عملية دخول الأكسجين وخروج كربون دايوكسيد تتلخص في المعادلة دي، أن أنا عندي الكربون دايوكسيد داخل الجسم بيتفاعل داخل الدم، بيتفاعل مع الموتر مع المية وبيديلي كربونيك أسيد، بيديلي كربونيك أسيد. الكربونيك أسيد ده بيتفك إلى هيدروجين أيون وإلى باي كربونيت وإلى باي كربونيت، ده اللي هو بيحصل داخل الجسم. طبعا المعادله دي من السهل ان كل جزء يتحول لجزء ثاني. فمثلا لو قلنا ان هو يبقى بالتالي هنا لو انا لاحظت ان هو كل ما يزيد ثاني اكسيد الكربون داخل الجسم هيتكون عندي كربونيك اسيد كتير، هيزيد عندي تركيز الهيدروجين، لما يزيد تركيز الهيدروجين هيعمل ايه؟ هيقلل البي اتش. يعني لو قلنا البي اتش بتقل لما يزيد تركيز الهيدروجين ايون كونسنتريشن، فهنا زياده ثاني اكسيد الكربون هيزود الكربونيك اسيد، هيزود تركيز الهيدروجين ايون كونسنتريشن، هيقلل البي اتش. يبقى انا هنا الجسم طالما الامور ماشيه، بالتالي هنا اللي بيحصل داخل الجسم ان هو لو حصل مشكله داخل في الجهاز التنفسي في عمليه التنفس زاد تركيز الكربون دايوكسيد ثاني اكسيد الكربون داخل الجسم هيزود لي تركيز الهيدروجين، هيقلل البي اتش. طب لو حصل العكس، حصل هايبر فنتيليشن، زادت عمليه الريسبيريشن، الريسبيراتوري كان سريع، تنفس كان سريع، في الحاله دي كميه ثاني اكسيد الكربون طالعه من الجسم هتبقى طالعه بكميات كبيره، وبالتالي هيقل تركيز ثاني اكسيد الكربون، هيقل الكربونيك اسيد، هيقل الهيدروجين ايون، هتزيد ايه؟ هتزيد البي اتش. ده اللي هو الطريقه اللي بيعملها لي اللي هو ازاي الكربون دايوكسيد ثاني اكسيد الكربون بيأثر على البي اتش. والافكت هنا بيبقى عباره عن ايه؟ عن طريق ريسبيراتوري، عن طريق الجهاز التنفسي. الحاجه اللي بعد كده اللي هي اللي انا بقيسها اللي هي اسمها البي البارشال بريشر اوف اوكسجين، البارشال بريشر بتاع الاكسجين. البارشال بريشر بتاع الاكسجين بيبقى من 80 لغايه 100% لغايه 100 بيكر ام ام اتش جي. القياس بيطلع من 80 ل 100. طبعا لو قل تركيز الاكسجين هيديني هيبوكسيا، والهيبوكسيا دي طبعا هيقل في الحاله دي تركيز الايه؟ اللي هو البريشر بتاع الاكسجين. الحاجه اللي بعد كده اللي هي رقم 4 اللي هي البايكربونيت. البايكربونيت ده طبعا حاجه مهمه جدا بقيسها في الاسيد بيس بالانس اللي هي البايكربونيت. والبايكربونيت هنا زي ما احنا عارفين ان هي طبعا بتبقى بيلي، يعني بيلي التأثير بتاعها اساسا ميتابوليك، يعني بتطلع بالميتابوليزم، وهي اساسا لو كان الكربون دايوكسيد ثاني اكسيد الكربون عمليه التنظيم بتتم عن طريق التنفس داخل الجسم، البايكربونيت التنظيم بتاعها بيتم عن طريق الكليه، عن طريق الكدني، يعني الكدني هي اللي بتتحكم في كميه البايكربونيت اللي موجوده داخل الجسم، ممكن تزود تخلص منها بكميات كبيره او ممكن تخليها موجوده بكميات معقوله عشان تتحكم في تعادل اللي هو كميه الهيدروجين الايون اللي ممكن يطلع من ثاني اكسيد الكربون. فبالتالي هنا البايكربونيت يعتبر طبعا الكلايد الكربون دايوكسيد لما بيزيد بيزود الهيدروجين الايون كونسنتريشن. البايكربونيت تعتبر قلويه، فبالتالي هي اللي بتعمل نيوتراليزيشن لزياده ايه؟ لزياده الهيدروجين ايون، تركيز الهيدروجين ايون، وبالتالي بتاثر على البي اتش، واللي عن طريقها الجسم بيستعملها في يرجع البالانس، يرجع البالانس بتاعت الاسيد بيز للطبيعي. يتحكم فيها الجسم عن طريق ازاي؟ بيتحكم فيها عن طريق الرينال سيستم، عن طريق الكليه
هي اللي بتعمل absorption وهي اللي بتعمل excretion للبايكربونات من الجسم. ده البايكربونات، الليفل بتاع البايكربونات بيبقى من 22 ل 26 ملي اكويفلنت بير لتر، ملي اكويفلنت بير لتر. طبعا البايكربونات دي هي قلويه، فلو زادت البايكربونات عن 26، لو زادت عن 26 هتعمل لي في الحاله دي الكالوزيس، هتعمل لي الكالوزيس يعني هتزود الايه؟ يعني هتزود البي اتش، هتزود البي اتش. ولو قلت عن 22 معناها القلويه قلت داخل الجسم، هيبقى فيه اسيدوسيس، يبقى هتقل البي اتش عن 7 ايه؟ عن 7.35. يبقى ده البايكربونات عامل مؤثر بيأثر بصوره مباشره على البي اتش داخل الجسم. لو زادت عن 26 طبعا الالكلاين زاد بتعمل الكالوزيس، وتبقى لو قلت عن 22 تعمل ايه؟ تعمل اسيدوسيس. هنا التأثير كله ميتابوليك، تأثير ميتابوليك، الكربون دايوكسيد التأثير بتاعه ريسبيراتوري، البايكربونات بتعكسني اللي هو الميتابوليك، ميتابوليك بارت بتاع التغير اللي بيحدث في الاسيد بيز بالانس، وده هنتكلم عنه بعدين. الحاجة اللي بعد كده قد خلصت اللي أنا بقيسها إن هي الأكسجين ساتوريشن، الأكسجين ساتوريشن، والأكسجين ساتوريشن ده بيطلع بالبرسنتج، بيطلع بالبرسنتج يعني بيبقى من 90 لغاية 100%، لغاية 100%، وده برضو بيعكس نسبة اللي هو الهيموجلوبين اللي هو ساتوريتد بالأكسجين قد إيه، وطبعا ليه علاقة مباشرة بالبارشال بريشر، يعني هما الاتنين البارشال بريشر والأكسجين ساتوريشن بيعكس لي هنا اللي هو بيعكس لي هنا الأكسجين هايبوكسيا، هل في هايبوكسيا موجودة أو مفيش. هنبدأ دلوقتي نتكلم عن الكلاسيفيكيشن بتاع الأسيد بيس بالانس أو الأسيد بيس امبالانس. بنقسمه لإيه الأسيد بيس؟ بنقسمه هنا طبعا ده اللي احنا اتكلمنا عنه ازاي اعمل اسسمنت. الأسيد بيس هنا امبالانس بنقسمه إلى حاجتين، بنقسمه إلى ريسبيراتوري وبنقسمه إلى ميتابوليك. احنا قلنا الريسبيراتوري مينلي بيحدث نتيجة للتغير في ثاني أكسيد الكربون اللي بيتحكم فيه الرئتين. الميتابوليك مينلي بيحدث نتيجة للتغير في البايكربونات. الريسبيراتوري زي ما احنا اتفقنا بنقسمها إلى أسيدوزيس، يبقى في حاجة اسمها ريسبيراتوري أسيدوزيس، وفي حاجة اسمها ريسبيراتوري ألكالوزيس، ألكالوزيس. وفي عندنا ميتابوليك أسيدوزيس، وفي عندنا ميتابوليك ألكالوزيس، ألكالوزيس. ازاي اتعرف على ريسبيراتوري اسيدوزيس؟ الاقي الكربون دايوكسيد البارشال بريشر بتاع الكربون دايوكسيد زايد. ازاي اتعرف على ريسبيراتوري الكالوزيس؟ الاقي البارشال بريشر بتاع الكربون دايوكسيد قليل، زي ما اتفقنا لما بيزيد الكربون دايوكسيد بيزود لي الكربونيك اسيد، بيزود لي الهيدروجين ايون كونسنتريشن، بيقلل لي البي اتش. لما يقل الكربون دايوكسيد بيقلل لي الكربونيك اسيد، بيقلل الهيدروجين ايون كونسنتريشن، عكسها على طول يزود البي اتش. الميتابوليك اسيدوزيس والكالوزيس بتعتمد اساسا على البايكربونات، البايكربونات دي قلويه، فبالتالي الاسيدوزيس القلوي قل، يبقى لو قلت البايكربونات عن 22، لو قلت البايكربونات مش ده الارقام، لو قلت البايكربونات طبعا عن 22، لو قلت البايكربونات عن اللي هي 22 ملي اكويفلنت بير لتر تديني اسيدوزيس، ولو زادت البايكربونات عن 26 ملي اكويفلنت بير لتر بايكربونات بتديني ايه؟ بتعملي الكالوزيس. يبقى انا كده اتعرفت على الانواع المختلفه من ريسبيراتوري اسيدوزيس والكالوزيس والميتابوليك اسيدوزيس والميتابوليك الكالوزيس. ايه الامثله اللي بتحدث داخل الجسم على هذه الحاجات الامراض المختلفه؟ لو جينا الريسبيراتوري اسيدوزيس، انا بقول ان التنشن اللي هو البارشال بريشر بتاع الكربون دايوكسيد بيزيد داخل الجسم، يبقى كل الحاجات اللي هتعوق عمليه التنفس داخل الرئتين هتديني ريسبيراتوري اسيدوزيس. يعني لما اقول مثلا اقول نيبوليا، لما اتكلم انا هنا على الحاجات اللي ممكن تعمل كده، اقول هنا اول حاجه هنا اهو نيبوليا، وجود النيبوليا وجود التهاب في الرئتين طبعا ده هيعوق اللي هو هيخلي التنفس هنا مش بيتم بصوره طبيعيه، هيتراكم ثاني اكسيد الكربون داخل الجسم وهيزود الكربونيك اسيد، هيزود الهيدروجين ايون، هيقلل البي اتش. بعد كده مثلا بالمونري اوديما، بالمونري اوديما تمام، كرونيك
obstructive pulmonary disease obstruction للباسواي بتاع الاير داخل الرئتين. كل ده اي حاجه يحصل فيها هتمنع خروج ثاني اكسيد الكربون بصوره طبيعيه هتديني على طول ريسبيراتوري اسيدوزس. الالكالوزيس في الريسبيريشن بتحصل في حالات الهايبر فنتيليشن. هايبر فنتيليشن يعني الهايبر فنتيليشن نتيجه مثلا بيحصل ستيميليشن للسنتر اوف ذا ريسبيريشن للريسبيراتوري سنتر مركز التنفس في المخ. فبيحصل مثلا بعض الادويه او نتيجه دي فيحصل هنا ايه؟ فيحصل زياده في معدل التنفس. لما يزيد معدل التنفس بكميات كبيره تبقى يحصل هنا الجسم يتخلص من كميات كبيره من ثاني اكسيد الكربون ويحصل هنا ريسبيراتوري الكلوزيس. ريسبيراتوري الكلوزيس. طب الميتابوليك اسيدوزيس في حالات ايه؟ الميتابوليك اسيدوزيس ممكن تحصل في حالات اول حاجه انا بقول البايكربونات بيقل. البايكربونات بيقل يبقى هنا في حالات مثلا الدياريه حالات الاسهال والدياريه. ليه؟ لان الدياريه هنا طبعا او حالات الانترايتس الانترايتس لان هنا طبعا بيحصل الانترايتس بيحصل دياريه. والدياريه هنا معروف ان هو سورس مهم جدا للبايكربونات داخل الجسم. هو عباره عن البنكرياس. البنكرياس الجزء بتاعه اللي هو الاكسوكراين وفي الاندوكراين. الاكسوكراين بارت اللي هو بيطلع على الامعاء بيطلع اللي هو الافرازات بتاعته من ضمنها اللي هو البايكربونات. فما بيحصل هنا دايريا او انترايتس بيحصل فقدان لكميات كبيره من البايكربونات فبيحصل هنا على طول ايه؟ ميتابوليك اسيدوزيس. ميتابوليك اسيدوزيس او ان هو يزيد الاكسكريشن بتاع البايكربونات عن طريق ايه؟ عن طريق الكليه عن طريق الرينال سيستم. ما يحصلش دي ابزوربشن ما يحصلش عدد امتصاص فيحصل هنا برضه فقدان للبايكربونات. طيب هنا اللي هي الكالوزيس هتحصل في حاله ايه؟ في حاله اللي هو زياده تركيز البايكربونات داخل الجسم. يحصل هنا زي مثلا في حالات الموميشن حالات الموميشن حالات الموميتنج بيحصل هنا طبعا ديستربنس بيحصل نص للاسيد تزيد البيس. فلو حصل نص في حالات الفوجيشن لل اتش سي ال بالاستومك تمام بكميات كبيره ممكن يدينا على طول ميتابوليك ايه؟ ميتابوليك الكالوزيس. ميتابوليك الكالوزيس او ان هو يقل الاكسكريشن بتاع البايكربونات عن طريق الرينال سيستم. برضه في الحاله دي برضه ممكن يديني ايه؟ ممكن يديني ميتابوليك الكالوزيس. ميتابوليك الكالوزيس. احنا هنا اللي يهمنا ان احنا نبدا بقى ازاي انا ابدا اقول ان التحليل اللي قدامي ده اللي موجود عندي هل هو ميتابوليك الكالوزيس ولا ريسبيراتوري ولا ايه القصه بالظبط؟ عشان احدد بقى اللي هو الاسيد بيز ديستربنس طبعا بعتمد على ايه؟ في خطوات عن طريقها بعمل تفسير بعمل انتربريتيشن ازاي اعمل انتربريتيشن للارتيريال بلاد جاس تيست اللي هو لو انا عندي تحليل للارتيريال للاي بي جي للارتيريال بلاد جاس اناليسيس وعايز اعمل له انا هنا انتربريتيشن افسره ازاي؟ اول حاجه ببص عليها بشوفها في التحليل اللي هي البي اتش. اول حاجه بشوفها اللي هي البي اتش. بشوف البي اتش لو البي اتش من 7.35 ل 7.45 تبقى نورمال تمام. طب لو قلت عن 7.35 تبقى اسيدوزيس. لو زادت عن 7.45 تبقى الكالوزيس. يبقى اول حاجه بشوف البي اتش بتاع البلد. تاني حاجه بشوفها انا هنا اهو اللي هي البارشال بريشر. يعني اول حاجه انا عرفت ان في اسيدوزيس او في الكالوزيس. رقم اتنين اشوف هل هي ريسبيراتوري ولا ميتابوليك. تاني حاجه بعملها بشوف البارشال بريشر بتاع الكربون دايوكسيد اللي هو اساسا من 35 من 35 ل 5 اللي هو اساسا بين 35 ل 45 ام ال جي. لو انا لقيت الكربون دايوكسيد التنشن بتاع الكربون دايوكسيد تمام اللي هو البارشل بريشر بتاع الكربون دايوكسيد لقيته زاد تمام لقيته زاد عن 45 زاد عن 45 في الحاله دي بقول عليها ريسبيراتوري. بقول عليها ريسبيراتوري اسيدوزيس. ريسبيراتوري اسيدوزيس. طب لو قل عن 35 تنشن بتاع البارشل بريشر بتاع الكربون دايوكسيد بقول عليها ريسبيراتوري
alkalosis. يبقى هنا respiratory acidosis. acidosis يبقى لو زاد عن 45 البريشر بتاع ثاني اكسيد الكربون اقول عليه respiratory acidosis، ولو قل عن 35 نقول عليه respiratory alkalosis. واحنا قلنا قبل كده السبب ايه. الخطوه رقم 3 بشوف اللي هو الليفل بتاع البايكربونات، الليفل بتاع البايكربونات اللي هو الليفل بتاعها كام؟ احنا قلنا من 22 ل 26 ل 26 ملي اكوفلنت بير ليتر، ملي اكوفلنت بير ليتر. فلو زاد عن 26 البايكربونات، لو زاد عن 26 بقول عليها ميتابوليك الكالوزيس. ولو زاد وقل الليفل عن 22 بقول عليها ميتابوليك اسيدوزيس. بقول عليها ميتابوليك اسيدوزيس. يبقى انا هنا عشان اعمل انتربريتيشن، عشان افسر الاي بي جي الارتيريال بلاد جاز اناليسيس تيست، بعمل ثلاث خطوات. رقم واحد بشوف البي اتش، احدد هل في نورمال او نورمال، لو هي اب نورمال هل هي اسيدوزيس او الكالوزيس. رقم اثنين بشوف البرشر بريشر بتاع ثاني اكسيد الكربون. رقم ثلاثة بشوف الليفل بتاع البايكربونات، الليفل بتاع البايكربونات. طبعا رقم أربعة ممكن نشوف البيز اكسس، البيز اكسس هنا، والبيز اكسس أنا ما اتكلمتش عنها قبل كده. البيز اكسس اللي هي هل في عندي زيادة في البيزس، طبعا دي بتعكس لي اللي هو الميتابوليك، ميتابوليك الكالوزيس أو ميتابوليك أسيدوزيس. طبعا هي بتختلف من بلس ماينس 2، تمام؟ لو هي زادت يعني بتختلف بين ماينس 2 ماينس 2 لغايه بلس 2. البلس 2 بتعكس لي ان في حاجه اسمها بيز اكسس، ان في زياده في البيزس، في زياده في الالكلاين داخل الجسم. فبالتالي لما تزيد عن 2 بقول عليها ميتابوليك الكالوزيس، يعني يبقى في ميتابوليك الكالوزيس هلاقي البيز اكسس زايد عن 2. لو لقيت البيز اكسس ناقصه اقل من 2 يعني ماينس 3 ماينس 4 اقل من 2، الحاله دي بقول عليها ميتابوليك اسيدوزيس، ودي بسميها بيز ديفيسيت. بيز ديفيسيت يعني البيز ناقص لان فيه اسيدوزيس. دي بقى ليه حاجات انا بعتمد عليها في تفسير ايه؟ في تفسير اللي هو الاسيد بيز ديفيسيت. ممكن احنا طبعا نعمل جدول كده مختصر نفصل فيه الكلام اللي احنا بنقوله. يبقى احنا لو جينا مثلا عملنا جدول وقلنا كده مثلا انا عندي انا، تمام، هنا مثلا ميتابوليك وهنا ريسبيراتوري، تمام، وبعد كده هنا اسيدوزيس وهنا الكالوزيس وهنا اسيدوزيس وهنا ايه الكالوزيس، واضح؟ هاجي هنا اهو هشوف انا البارامترز المختلفه بتاعتي. اول حاجه هشوف البي اتش، تاني حاجه هشوف كارب باش بريشر بتاع ثاني اكسيد الكربون، تالت حاجه هشوف البايكربونات. البايكربونات لو انا جيت للبي اتش، طبعا في حاله الاسيدوزيس هلاقي البي اتش هنا ايه، البي اتش هتقل، حاله الاسيدوزيس هلاقيها هتقل، هتقل عن 7.35 عشان تبقى اسيدوزيس. نفس الكلام في حاله الميتابوليك، البي اتش هتقل عن 7.35، حاله الالكالوزيس هلاقي البي اتش هتزيد عن 7.45، البي اتش هتزيد عن 7.45. في حاله البارشل بريشر بتاع الكربون دايوكسيد، في حاله الاسيدوزيس هلاقي البارشل بريشر بتاع الكربون دايوكسيد هيزيد عن 45، في حاله الالكالوزيس هلاقيه اقل من 35. في حاله الميتابوليك مش هلاقي فيه تغيير في البارشل بريشر بتاع الكربون دايوكسيد. البايكربونات مش هلاقي في الريسبيراتوري تغيير، الريسبيراتوري اسيدوزيس او الكالوزيس، لكن في الميتابوليك هلاقي فيه، طبعا في الاسيدوزيس هلاقي فيه نقص في البايكربونات عن 22، وفي الكالوزيس هلاقي فيه زياده عن 26. وطبعا البيز اكسس هتتغير مع الميتابوليك، سواء كانت بالديفيسيت هتقل هنا وهتزيد هنا، وهتزيد في حاله الالكالوزيس. اللي انا بتكلم عليه والصوره اللي انت شايفها دي اللي هي اسمها ايه؟ اسمها اللي هو ريسبيراتوري اسيدوزيس او الكالوزيس او ميتابوليك اسيدوزيس او الكالوزيس، اللي هي نون كومبنسيتد، ما حصلش فيها كومبنسيشن. يعني الطبيعي ان الجسم لما يحصل فيه مثلا ريسبيراتوري اسيدوزيس، تمام؟ طبيعي ان هو يبدا يعمل الكالوزيس، يزود البايكربونيت،
عشان يعادل الاسيدوزيس، تمام، فيزود الالكلاين الجسم. ده اسمه تعويض، الجسم بيعمل كومبنسيشن، عايز يرجع البي اتش الطبيعي. يعني البي اتش مثلا هنا في الاسيدوزيس نقصت عن 7.35، والسبب فيها مثلا الاسيدز، الاسيدوزيس اللي هي سبايرال اسيدوزيس، سببها زياده ثاني اكسيد الكربون. انا عايز ارجع البي اتش للطبيعي، ارجعها ازاي للطبيعي؟ عشان ارجعها للطبيعي ببدا انا الجسم يبدا يزود الالكلاين، يزود البايكربونيت. لما يزود البايكربونيت يبقى عمل تعويض. لكن الصوره اللي انت شايفها قدامك دي اسمها نون كومبنسيتد، نون كومبنسيتد. امال ايه هي كومبنسيتد؟ كومبنسيتد في نوعين، في عندك حاجه اسمها بارشال كومبنسيتد، بارشال كومبنسيتد، وفي حاجه اسمها يعني الاقي ريسبيراتوري اسيدوزيس ويز بارشال كومبنسيشن، او ميتابوليك اسيدوزيس ويز بارشال كومبنسيشن. ودي اعرفها ازاي؟ الاقي البي اتش بتاعت البلاد لا زالت غير طبيعيه، لا زالت غير طبيعيه، لكن الجسم ابتدى يعمل تعويض، ابتدى يعوض اللي هو ابتدى يعني ابتدى يتغير، اللي هو يعني ابتدى يحصل تعويض من الناحيه المعاكسه عشان يرجع البي اتش الطبيعي، البي اتش الطبيعي. وهنشوف امثله على الكلام ده دلوقتي. قدامكم ده اسمه ايه؟ اسمه نون كومبنسيشن. في حاله الكومبنسيشن هتلاقي ايه؟ في حاله الكومبنسيشن لو هو بارشلي كومبنسيتد، بارشلي كومبنسيتد، يبقى احنا ممكن نتكلم عن ده، اقول عليه عشان ما تتلخبطش، اقول عليه نون كومبنسيتد. يبقى ده اقول عليه نون كومبنسيتد، يعني الجسم ما عملش كومبنسيشن. طيب في حاله الكومبنسيشن يحصل ايه؟ يبقى ده احنا هنا هنتكلم عن البارشيال، بارشيال كومبنسيشن، بارشيال كومبنسيتد. يبقى انا هتكلم عن البارشيال كومبنسيتد، كومبنسيتد يعني في ريسبيراتوري اسيدوزيس او ريسبيراتوري الكالوزيس او ميتابوليك اسيدوزيس او الكالوزيس وحصل كومبنسيشن. اعرفها ازاي؟ اول حاجه هتكلم عن ريسبيراتوري اسيدوزيس وايه الكومبنسيشن اللي بيحصل فيها. يبقى اول حاجه هتكلم عن ريسبيراتوري اسيدوزيس. فحتى ريسبيراتوري اسيدوزيس زي ما اتفقنا بيحصل بيحصل زياده، بيحصل حاله ريسبيراتوري بيحصل نقص دي البي اتش تحت ال 7.35، دي رقم واحد. رقم اثنين بلاقي في زياده في الكربون دايوكسيد تنشن، الكربون دايوكسيد، تمام؟ الكربون دايوكسيد بيزيد عن ال 45، عن 45. هنا بقى المفروض هنا طبعا في حاله الريسبيراتوري لو هي نون كومبنسيتد المفروض هنا البايكربونيت ما تتغيرش، البايكربونيت ما تتغيرش. لو الجسم عايز يعمل كومبنسيشن هيعمل ايه؟ لو الجسم عايز يعمل كومبنسيشن يعمل ايه؟ هيروح بيزود الليفل بتاع البايكربونيت، يزود الليفل بتاع الالكالين عشان يعادل بيه، عشان يعادل الاسيد. فدي البارشال كومبنسيتد ريسبيراتوري اسيدوزيس. هلاقي ايه؟ هلاقي في عندي هنا زياده في البايكربونيت عن 26، زياده في البايكربونيت عن 26 عشان يبدا الجسم يعوض اللي هي الاسيدوزيس اللي حصلت نتيجه للريسبيراتوري اسيدوزيس. هنيجي نتكلم بقى عن الريسبيراتوري الكالوزيس بس ويز بارشالي كومبنسيشن. في حاله الريسبيراتوري الكالوزيس ويز بارشالي كومبنسيتد هلاقي هنا البي اتش بتاع البلاد طبعا اعلى من ال 7.45، دي رقم واحد. رقم اثنين هلاقي الكربون دايوكسيد اقل من التنشن بتاع الكربون دايوكسيد اقل من 35، اقل من 35. يبقى هنا في الكالوزيس، في هنا ايه؟ في هنا الكالوزيس. طبعا الجسم ما ينفعش هنا يزود البايكربونيت، لو زود البايكربونيت يبقى هيعمل الكالوزيس تاني، هيزود الالكالينتي بتاعت البلاد. فالجسم يعمل ايه؟ يبدا يعمل كومبنسيشن يقلل الليفل بتاع البايكربونيت، يقلل الليفل بتاع البايكربونيت عشان يعمل كومبنسيشن للاسيدوزيس، الاسيدوزيس اللي حصلت كومبنسيشن للالكالوزيس اللي حصلت نتيجه ل الكربون دايوكسيد. يقلل لما يقلل البايكربونيت بيديني ايه؟ بيدي اسيدوزيس، وهنا اساسا المشكله فيها ايه؟ فيها الكالوزيس. فده اسمه كومبنسيشن، الجسم بيعوض فعايز يصلح، عايز يرجع البالانس الموجود في الاسيد بيز بالانس. في حاله الميتابوليك اسيدوزيس هلاقي طبعا البي اتش بتاعت البلاد اقل من 7،
35 اقل من 7 35 وبعدين هلاقي ان الكربون دايوكسيد هنا اهو طبعا اسيبه دلوقتي دي ميتابوليك هلاقي الكربون بايكربونات طالما هي اسيدوزيس يبقى هلاقي البايكربونات اقل من 22 لان هي ميتابوليك اسيدوزيس المتوقع بقى ان الجسم لما يجي يعمل كومبنسيشن للحاله دي يعمل ايه في الكربون دايوكسيد طبعا هنا في اسيدوزيس لو هو زود الكربون دايوكسيد لو زود الكربون دايوكسيد داخل الجسم عن 45 يبقى يعمل اسيدوزيس فيعمل ايه لا يقلل الكربون دايوكسيد يقلل الكربون دايوكسيد عن 35 عن 35 يبقى كده انا هنا عندي ميتابوليك اسيدوزيس نتيجه لنقص البايكربونات والجسم عوض عن طريق ان هو قلل اللي هو الكربون دايوكسيد فبالتالي هنا ايه بيعمل نوع من انواع الالكاليتي بيقلل الكربون دايوكسيد فبالتالي يبدا يظبط بيت يبدا يظبط البي اتش طب لو ايه الميتابوليك الكالوزيس هلاقي البي اتش اعلى من 7.45 طبعا على طول هروح ناحيه البايكربونات هلاقيها اعلى من 26 بايكربونات اعلى من 26 طيب الجسم عشان هنا يظبط يعمل ايه؟ طبعا هنا في ميتابوليك الكالوزيس فالجسم عشان يعوض عشان يظبط ويعمل كومبنسيشن يروح عامل ايه؟ يروح بيزود الليفل بتاع كربون دايوكسيد عن 45 يزود الكربون دايوكسيد فيعمل اسيدوزيس لان البايكربونات هنا عامله ايه؟ عامله الكالوزيس الصوره اللي انت شايفها قدامك دي اسمها بارشال كومبنسيشن امال ايه هو الفول كومبنسيشن الفول كومبنسيتد ريسبيراتوري الكالوزيس او اسيدوزيس او ميتابوليك اسيدوزيس او الكالوزيس دي هنتكلم عنها برده بعد شويه بلاقي البي اتش طبيعيه لكن في تغير موجود في البارامتر اللي موجوده تحت في تغير موجود في الكربون دايوكسيد او في البايكربونات لكن البي اتش ايه وصلت للنورمال معناها ان خلاص الجسم نجح ان هو يعمل كومبنسيشن ان هو يرجع البي اتش للطبيعي. هناخد بعض الامثله عن اللي هو على بعض القرايات للاسيد بيس بالانس وازاي احنا نفسر القرايات دي. لو جينا اول حاجه نتكلم فيها عن اللي هو لو قلنا مثلا مثال البي اتش بتاعت البلاد كانت 7.3 7.3 البارشال بريشر بتاع الكربون دايوكسيد كان مثلا كان 48 والبايكربونيت ليفل البايكربونيت ليفل كان 24 تمام طبعا رقم واحد زي ما اتفقنا اشوف البي اتش النورمال بتاعها من 7.35 ل 7.45 احنا شايفين ان هي اقل من كام؟ القرايه دي اقل من 7.35 يبقى في الحاله دي بقول على طول طالما اقل من 7.35 تبقى اسيدوزيس الخطوه الثانيه عايز اشوفها ريسبيراتوري ولا ميتابوليك اسيدوزيس اعمل ايه؟ اشوف الكربون دايوكسيد زايد والبايكربونات طبيعيه يبقى طالما الكربون دايوكسيد هو اللي زايد معروف ان الكربون دايوكسيد لما يزيد تمام هيزود لي الكربونيك اسيد هيزود الهيدروجين ايون كونسنتريشن هيقلل البي اتش يبقى هنا بقول عليها دي ريسبيراتوري اسيدوزيس طبعا نون كومبنسيتد يعني الجسم هنا ما عملش كومبنسيشن ليه؟ لان البايكربونات هنا ايه؟ البايكربونات هنا طبيعي طب نقرا ناخد مثال تاني على الموضوع ده مثال تاني لو انا قلت مثلا هنا اهو البي اتش بتاعت البلاد 7 تمام 48 تمام ولقيت هنا التنشن بتاع الكربون دايوكسيد 40 ولقيت البايكربونات ليفل البايكربونات وصل ل وصل لكام هنا وصل ل 50 وصل ل 35 اول حاجه ارجع للبي اتش الاقي البي اتش طبعا احنا قلنا النورمال ب 7.35 ل 7.45 دي اعلى من ال 7.45 تبقى الكالوزيس يبقى هنا بقول عليها ايه؟ بقول عليها الكالوزيس البي اتش زايده تبقى دي الكالوزيس دي رقم واحد رقم اثنين الكربون دايوكسيد 40 والنورمال من 35 ل 45 تبقى نورمال يبقى مش هو اللي مش الكربون دايوكسيد اللي مسبب المشكله تمام ايه اللي مسبب المشكله ارجع للبايكربونات النورمال من 22 ل 26 الاقيها 35 يبقى زايده
زايده تبقى الكلايد، يبقى دي اسمها ميتابوليك الكالوزيس، ميتابوليك الكالوزيس. وبرده ايه؟ نون كومبنسيتد، نون كومبنسيتد. ناخد مثال تاني. لو انا لقيت بيتش بتاعت البلد، بيتش بتاعت الدم 7.5، تمام 7.5، ولقيت البرشر بريشر بتاع الكربون دايوكسيد هنا اهو، لقيته بدل ما هو 35 لقيته 30، لقيته 30، تمام. وبعد كده لقيت البايكربونات الليفل بتاعها لقيته عباره عن 20، تمام. اجي اشوف ايه اللي حصل هنا اهو، ايه اللي حصل هنا اهو. هلاقي اول حاجه البي اتش بتاعت البلد 7.5 زي ما انت شايف، هي النورمال من 7.35 ل 7.45، يبقى هنا في ايه؟ في الكالوزيس، في الكالوزيس. ارجع الاقي الكربون دايوكسيد قل مش زايد، قليل، تمام. يبقى هنا ممكن اقول عليها ريسبيراتوري الكالوزيس، ريسبيراتوري ايه؟ الكالوزيس. طب اشوف البايكربونات، البايكربونات برضو قلت، لكن البايكربونات بتعكس لي اسيدوزيس اللي هي قلت عن الطبيعي. فهنا بالتالي الحاله دي عباره عن ريسبيراتوري الكالوزيس. ليه ريسبيراتوري الكالوزيس؟ لان الكربون دايوكسيد الفيشن بتاعه قل، فلما البي اتش فيرفع لي البي اتش، يبقى ده عباره عن فيرفع لي البي اتش، يبقى ده اللي هو ريسبيراتوري ايه؟ ريسبيراتوري الكالوزيس. هنا لو هنا بصينا هنلاقي البايكربونات هنا قلت، البايكربونات هنا قلت. لما تقل البايكربونات، لما تقل البايكربونات معناها انها هتعمل اسيدوزيس عشان تعادل، تعمل بالانس عشان ترجع البي اتش للطبيعي. فدي معناها ايه؟ دي معناها بارشالي كومبنسيتد، بارشالي كومبنسيتد، بارشالي كومبنسيتد ميتابوليك ريسبيراتوري الكالوزيس، بارشالي كومبنسيتد ريسبيراتوري الكالوزيس. طيب المثال اللي بعد كده، لو انا جيت هنا اهو ورحت لقيت البي اتش بتاعت البلاد دي وصلت للطبيعي، لقيتها 45، لقيتها 45، تمام. البي اتش نورمال 7.45، لكن اللي حصل ايه؟ لا زالت البرانكرز اللي تحت متغيره، تمام. يبقى دي معناها ايه؟ معناها ان هنا في فول كومبنسيشن. طب هل الفول كومبنسيشن ده نتج عن ريسبيراتوري الكالوزيس؟ هل هو نتج عن الكالوزيس ولا نتج عن اسيدوزيس؟ هل دي نتجت عن ميتابوليك ولا عن ريسبيراتوري؟ فهنا بيقول لك، بترجع للقاعده اللي هي بتقول لك ان البي اتش بتاعت البلد بداية من 7، لو هي قريبة من 7.35 لغاية 7.39 بعتبرها هنا اهو اسيدوزيس، بعتبر ان الحالة كانت اسيدوزيس. ولو هي قريبة من 7.41 لغاية 7.45 بعتبر ان الحالة كانت الكالوزيس. لو انا بصيت هنا اهو هلاقي الرقم، هلاقي ان الرقم الموجود عندي ده قريب من 7.45 اللي هي رجعت له، يبقى دي معناها ايه؟ دي معناها ان الحالة كانت ايه؟ كانت الكالوزيس، كانت الكالوزيس. طيب مين قريب للالكالوزيس هنا؟ هل الكربون دايوكسيد ولا البايكربونات؟ طبعا الكربون دايوكسيد. يبقى الحاله دي كانت ريسبيراتوري الكالوزيس فول كومبنسيتد، فول كومبنسيتد. يبقى دي اسمها فول كومبنسيتد ريسبيراتوري ايه؟ ريسبيراتوري الكالوزيس. وفول كومبنسيتد ليه؟ لان البي اتش رجعت للطبيعي. كده يبقى احنا اتكلمنا النهارده عن الاسيد بيس بالانس، وعرفنا ان انا عشان اعمل اسيد بيس بالانس بحتاج ارتيريال بلاد سامبل بجمع عليه البريد وبحفظه في الايس باك وبعمل العينه خلال 30 دقيقه. عشان افسر انا النتائج بعتمد على البي اتش، بعتمد على الكربون دايوكسيد، بعتمد على البايكربونات. بشوف الاول البي اتش هل هي نورمال او ابنورمال. لو ابنورمال بشوف هل هي ريسبيراتوري، هل هي اسيدوزيس او الكالوزيس. لو كانت الكالوزيس او اسيدوزيس برجع للخطوه اللي بعد كده اللي هي بشوف بريشر اوف كربون دايوكسيد. لو كان متغير في الحاله دي بقول عليها ريسبيراتوري الكالوزيس او اسيدوزيس. بعدين بشوف الليفل بتاع البايكربونات، لو كانت متغيره بقول برضو هل هي ميتابوليك، وهل ميتابوليك اسيدوزيس او ميتابوليك ايه؟ الكالوزيس. وزي ما اتعرفنا ان في حاجه اسمها نون كومبنسيتد، نون كومبنسيتد اللي هو الكالوزيس او اسيدوزيس، وفي بارشال كومبنسيت وفي فول كومبنسيت. اتمنى ان يكون الشرح بتاع الفيديو واضح، ولو كان في اي كومنت او اي تعليق موجود على الاسيد بيس بالانس يا ريت يتكتب في الجزء الخاص بالتعليقات
وإن شاء الله نرد عليه في أقرب وقت. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.